اليوم أعلن مهرجان شتاء طنطور الموسم الثاني راح يكون في حفل مختلف في مطعم داخل أو وسط الصحراء وبين الصخور في مدينة العلا التاريخية. مهرجان شتاء طنطور يجي هذه السنة الثانية في مدينة العلا في موسم العلا، ومع أكيد مع الدي جي العالمي رهاب اللي شفنا له حفل كبير في ميدل بيست في الرياض قبل شهر، وراح يكون متواجد في مطعم أنابيلز في العلا في مهرجان شتاء طنطورة. تخيل تقعد كذا في طاولات أو دور، أجواء باردة شتوية وليلة موسيقية كذا. والله يبيله شتاء طنطورة، يبيله، بس هو يبيله بعد يعني هي. لأنه يعني تكاليف السفر دائما رحلات قليلة هناك إلى العلا. عندك خميس وسبت بس الرحلات من جدة والرياض، فلازم تحجز قبلها بوقت. ما علينا، بس انت وش رايك بالفكره هذه؟ حلو قد سووا مع ميلاد بيتهوفن وسط في نفس المكان. فاشوف ان مهرجان شتاء طنطور بشكل عام كله على بعضه، يعني لو اروح اي مكان فيه في اي فعاليه اعتقد اني راح انبسط جدا، لان التغذيه البصريه في المكان حالها كفايه.